صور جديدة لقطاع غزة وهو يتعرض للقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. نتابع إذن هذا الدخان الكثيف الذي يتصاعد من الأبنية في الموقع الذي تم استهدافه من قبل الطيران الإسرائيلي. هذا القصف يستمر لمدة 20 يوما كما نتابع إذن في هذه الصور. إسرائيل تستعد في أي وقت لهذا الهجوم البري الذي تأخر حسب الكثير من المراقبين بسبب تخوف، كما يقول البعض، تخوف إسرائيلي من أن الهجمات الإسرائيلية ربما لن تكون بأهداف محددة. إذن كما نتابع قطاع غزة يتعرض للقصف لليوم 20 على التوالي. في هذه الأثناء تستمر حماس وكتائب القسام في طبعا شن هجمات أيضا، رشقات صاروخية من حين لآخر تنطلق من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية، مما يؤكد قدرة حماس المستمرة على إرسال أو على شن هذه الرشقات الصاروخية على البلدات الإسرائيلية. القصف الإسرائيلي في 20 يوم الماضية أسفر عن مقتل الآلاف من الفلسطينيين، على الأقل 6000 حسب آخر الإحصائيات من القتلى، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأكثر من 18000 جريح. هذه هي الحصيلة المبدئية للقصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة لليوم 20. كما نرى إسرائيل تقول بأنها تستهدف حماس وبنيتها التحتية، لكن في الوقت ذاته الأمر أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد سكان قطاع غزة الذين تركوا منازلهم وتوجهوا إلى جنوب القطاع. إسرائيل تقول بأنها تستعد لهذا الهجوم البري الذي لم يبدأ بعد، ومن الواضح بأن هناك خلافات عسكرية على الأقل بين نتنياهو وقادة جيشه بشأن حدود هذا الهجوم البري وتوقيته والمدة التي يمكن أن يستغرقها.